Đây nha. Đây rồi thấy. Tới chưa? Wi-Fi ha? Dạ có. Đi vô mà coi vô ta trực tiếp á. Có thấy không chị? Đừng có cười, đừng có cười. Cười nó nhúc nhích đấy. Không cưng hả? Không hả? Má ơi con bụng này gán nha. Mẹ đứng cái bên lòng tiếng giùm nó thiệt tình như thế này. Wow, trời. Thấy không? Nổi luôn. Ú hồn.
xuống dưới rồi thấy. Tới chưa em? Ở nhà ăn uống gì chưa? Về nó uống lon nước yến xong rồi nó đi. Là trẻ. Không sao, ca mụn này em đợi được. Hấp dẫn quá mà. Đừng nói vậy mày. Hết rồi anh? Dạ. Sạch sẽ không? Trời đất ơi. Mụn mềm yếu xếp cái nặng ra rồi. Hay vậy? Nặng bụng mà ngủ được luôn hay vậy? Ngủ luôn thiệt rồi. Ta ngủ luôn. Vậy mà mẹ nó ở nhà nó khóc, có đâu. Ngủ ngon nè. Ở nhà chị nặng bằng cái cây á, chị cứ làm, em biết đường làm em đi đâu. Trời nó đau la làng luôn á. Có ghê không? Nó đâu có cho chị một lần một thôi, nó đâu khi nào mà còn nó cho chị nặng lần hai nữa đâu. Bữa chị dùng nó đi, nó đâu có chịu đi nặng mụn đâu. Nó thấy chị nặng nó sợ, nó đâu dám đi đâu. Bữa chị đưa em biết cho nó coi á, xong nó mới chịu đi chứ không có đâu đi đâu. Chân nó cứng ngắc không ạ?
chưa nghe hết con này rồi hả, tắt nha. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نشوف النهارده انا عملت لكم الحلو السريع ده، تمام؟ في الحر ده ما بياخدش منك على النار 5 دقايق بالظبط. وعباره عن ايه؟ عباره عن لبن ومعلقتين دقيق بس كده اهو. عايزين تعرفوا ازاي؟ ما فيش اي مكون تاني غير شويه لبن ومعلقتين دقيق، وعملنا الحلو الكريمي ده. كملوا معايا الفيديو عشان نشوف كمان من جوه هو كريمي ازاي. مش عايزه احرق لكم الفيديو، فيديو مميز جدا. هتقومي تعمليه، واتحداكي ان انت هتكتبي لي دلوقتي في التعليقات ان انا عملته. حطوا لايك كتير للفيديو، واللي مشتركش في القناه يا ريت يشترك. يلا بينا كده من قلب الحدث من جوه الفرن. بصوا شايفين؟ تعالوا بقى النهارده عندكم شويه لبن في التلاجة، وعايزين تاكلوا حاجه حلوه ومش عايزين تعملوا لا رز بلبن ولا مهلبيه ولا اي حاجه من الحاجات دي، مش هنعمل الحاجات دي النهارده. عندي كيلو لبن في التلاجة مش عارفه اعمل فيه ايه، قلت قررت ان انا عايزه اعمل بيه حاجه حلوه وجديده. هنعمل ايه؟ جبت معلقتين سمنه بلدي زي ما انتم شايفين كده على النار. هبتدي اولع البوتاجاز بتاعي. ولعنا البوتاجاز، حطينا معلقتين السمنه البلدي. هجيب ايه بقى؟ هجيب كوباية من الدقيق. اكيد كلنا عندنا في البيت كوباية دقيق، دقيق مش نشا، تمام؟ كوباية دقيق. هنزل بكوباية الدقيق كده هو على معلقتين كبار من الزبدة البلدي. يستحسن ان هي تبقى سمنة بلدي او حتة زبدة. طب لو زبدة يا جيجي قد ايه بالجرام؟ 125 جرام من الزبدة، مكعبات الزبدة، اي نوع زبدة عندك، اي نوع زبده، اوكي؟ ما عندكيش يبقى 100 جرام من السمنه البلدي. لو انت عندك كده حته سمنه بلدي عشان تبقى بقى تروح معاكي كده كريمي في حته تانيه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنخلي الدقيق مع الزبده يتحمصوا كده معانا لحد ما يبقوا كريمي قوي، مش زي البشاميل، لا هيقعد معانا يعني بتاع 12 دقيقه كده. البشاميل بيبقى 3 دقايق. هنوطي النار واوريكم القوام بعد ال 12 دقيقه يبقى عامل ازاي. استنوني، اللي محطش لايك يا ريت ينزل يحط لايك، الفيديو ده حلو قوي هيعجبكم جدا. عايزه اقول لك انه لازم يستوي كويس جدا، اوعي تزهقي او تملي. كل ده لسه كمان، مش زي البشاميل لما بنيجي نعمل بشاميل، لا ده لازم يستوي كويس جدا، لونه كمان يفتح اكتر من كده اهو، وايدينا فيه كده زي ما انت شايفه اهو بالشكل ده. محضره معايا بقى لتر من الحليب، تمام؟ جايبه من الثلاجه عادي. معايا كوبايه من السكر، شويه فانيليا، لو عندك باكو كريم جانتيه هيوديكي في حته ثانيه خالص. كيس كريم جانتيه هتدوبيه في شويه حليب او في شويه ميه قبل ما تنزلي بيه علشان ما يتكلكعش معاكي. بس كده اهو. عندك لبن بودره ماشي، ما عندكيش انا كده كده ما عنديش، بس جبت كيس كريم جانتيه بس كده اهو. وهنعمل احلى حلو النهارده بس كده. دلوقتي كده انا اتاكدت ان هو استوى معايا. بعد ما استوى كده اوعي يتحرق منك، خلي بالك لحسن يتحرق. هنزل دلوقتي بنص كميه الحليب بتاعتي، وده حليب بلدي عادي ابو قشطه، تمام؟ اهو شويه. هنزل بكوبايه السكر عشان ادوبها في المرحله دي معايا. ههدي بقى النار. عشان ادوب السكر معايا هنحط شوية فانيليا. افتحها بس عشان تبقى بطعم الفانيليا معانا. وهديت النار، هدوب بقى السكر كويس شوية كده صغيرين، وهنزل ببقية كمية الحليب ونحط الكريم جانتي. هستنى عليه شويه وارجع لكم تاني. هننزل دلوقتي بباقي كميه الحليب بتاعتنا بالشكل ده، واحط الكوبايه اللي انا دوبتها بتاعت الكيس الكريم جانتي اهو بالشكل ده، دوبته في شويه ميه عشان انا قلبته شويه قوامه تقل معايا بالشكل ده كده اهو. عارفه الكريم كراميل ده احلى من الكريم كراميل، هيعجبك قوي الطريقه دي، مش هتبطلي تعمليها.
هنقلب كده اهو ايدنا فيها لحد ما نحصل على القوام. هيوريكي القوام هيبقى عامل ازاي، استني ما تستعجليش. بصي بقى هو ده القوام اللي احنا عايزينه، القوام الكريمي تمام القوام ده. وهي كده خلصت، هناكلها كده؟ لا استني عليا، هفضيها في البولات تمام، بس تكون بولات بتدخل الفرن. اي بولات عندك بتدخل الفرن هندخلها تاخد وش. تعالوا يلا بينا، قبل ما ادخلها الفرن اوريكم شكلها عامل ازاي. يلا بينا. كده الكميه اللي طلعت معانا زي ما احنا شايفين كده، عملت معانا بولات كتير حطيناها. ده صيني هيدخل او بورسلين هيدخل معانا الفرن ياخد وش على الشوايه بس، واول ما يطلع هنشوف شكله عامل ازاي. استنوني عشان اقول لكم كمان طريقه التقديم، تقدميه ازاي، سخن ولا بارد. يلا بينا. العظمه دي بقى كده اللي خرجت معانا من الفرن، ايه رايكم بقى؟ حاجه تحفه كده بالف هنا وشفاء. اول حاجه في الشتاء بتتقدم سخنه، انما في الصيف بتتقدم ساقعه، بتبقى حلوه جدا كمان. طيب انا هستنى عليها كده عشان اوريكم يعني معلقه كده من جوه تبقى عامله ازاي. هي اصلا مش محتاجه ان احنا نزوقها، بس انا هزوقها عشان اوريكم يعني افكار كده برضو تمام. شويه سوداني، شويه فستق، شويه لوز، شويه اي عيش. بصي ما عندكيش حاجه سيبيها كده، هي شكلها تحفه اصلا من غير حاجه. انا هخلي كده كام واحده تمام من غير حاجه. عندك مثلا ايه كريز، بصي نص كريزه كده بالشكل التحفه ده، والله طعمها احلى من الكريم كراميل. يعني عارفه الكريم كراميل هتسيبيه وهتعتمدي بيه على طول، هتعجبك جدا. بس ايه رايكم بقى بالله عليكم في العظمه اللي احنا عملناها النهارده دي؟ بجد لو قدمتيها لاي حد هتفتخري كده، بصي هتبقي فخوره بنفسك بصراحه. عايزه اقول لك كمان لو انت عندك بقى اللي هم السلاطين بتاعت الفخار اللي هي بتاعت الزبادي وعملتي فيها الفخار نفسه، هيديكي طعم احلى واحلى كمان، وهتبقى مدخنه اكتر. يعني بصراحه حاجه كده من لا شيء. تيجوا بقى نفتح كده مع بعض بعد ما بردت معانا ونشوف الشكل والطعم هيكون ايه. يلا بينا. طبعا انت عايزه تقدميها سخنه مفيش مشكله. بصي بصي القوام كريمي ازاي، شايفه كريمي جدا. ندوق بقى، بسم الله. يلا بينا. حلوه قوي بس سخنه. عايزه اقول لك مش هتبطلي تعمليها. عايزه اقول لك كمان ان هي ملهاش علاقه خالص بالمهلبيه خالص تمام، طعم تاني خالص، موديكي في حته تانية. طعمها حلو، بس انا جيجي حابه ان انا اكلها ساقعه تمام، تبقى منعشه في الحر ده. ما تقلقيش قوامها كمان هيبقى احلى واحلى. يا رب النهارده كده الحلقه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باحلى لايك لاحلى جيجي، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في حاجات اقتصاديه وحاجات على قد الايد وسريعه. و باي باي في فيديو جديد، مع السلامه. يعني بقى تخليم الزيتون اهو بايدينا اهو، اللي بيروح لكم بيتي بايدينا اهو، اللي عايز يتعلم برضه يتعلمه، وهنعمله قدامكم بايدينا اهو، وزي ما اللي عايز يتعلم هنا. وعايزين تعرفوا بقى بس اسعاره كام، شوفوا الاخر ونشوف هيبقى بكام في الاخر. وبعدين اقول لكم على حاجه، اسعاره مش هيجي على قد تكلفته، واسعاره مش هتيجي سعر ال البطرمان مش هيجي اقل ما انت هتكلفيه كمان. واحنا الحاجات دي كلها بتتكلف، جزر بيتكلف، كرفس، عصفور، كل حاجه يا ولاد بتتكلف. قدامكم ادي شويه زيتون، وادي شويه جزر، وادي شويه فلفل ماشي، وادي شويه كرفس، وادي شويه فلفل، كل حاجه اهي بنحط. على فكره البطرمان ده هو بيساوي اكتر من 2، بيبقى اكتر من 2 كيلو ونص كمان. وحطيه على الميزان وهوريكي. بصي انا ماشيه معاه ازاي اهو، شايفين يا اولاد اهو، حبه حبه. انا مش بحط لك كمان، ما بفتحلكيش الفلفل عشان تطلعيه تقرمشيه اهو. شايفه ادي حبه عصفر، وادي ليمونتين كمان اهم فيه اهم. بصي ادي ليمونتين اهمت في قلبيهم. هوريكي بقى انا هعمل ايه لسه معايا اهو. بسم الله توكلنا على الله. بصي حبيبه قلبي اهي. هنعمل ايه يا ماما؟ بصوا بقى اهم حاجه الملح، 6 معالق ملح على قد البطرمان اللي فيه كيلو. هدي 2
مش تاني هذا. بس انا بقول لك كيلو، كل كيلو زيتون تحطي عليه 6 معالق ملح، 6 معالق ملح خشن، بلاش الملح الناعم علشان تطلع الحاجة معاكي صح. ماشي حبيبتي اهو كده 4 5 6، انا كده حطيت ايه 6 معالق. عشان بصوا هزود انا معايا معلقتين تاني زيادة اهي. بصوا بصوا بقى هنعمل ايه، سكر لازم تحطي فيه معلقة سكر اهي شايفينها، وحبة لون اللي هو الزعفران اهو، بودرة الزعفران اهو، ما عندكيش براحتك حطي حبة كركم، مش عايزة تحطي براحتك يعني مش جوز ضروري يعني. السريع بقى بحط له ايه يا ولاد، معلقة واحدة اهي خل، معلقة واحدة، اوعي تحطي خل كتير. انا عصرة ليمون اهو، بصوا اهو الليمون اهو، بصوا معصورة اهو. بسم الله بسم الله، شايفين اهو، بحط نص كوباية ليمون. ماشي يا ولاد، هاتي يا بنتي، هاتي يا وعد، وعدي بتنولنا اهي. بسم الله توكلنا على الله لا اله الا الله. بصوا هي مع الليمون، اوعي تحطي ليمون صافي، الليمون الصافي دوت بتحطيه مع شويه كده على الليمون عشان الليمون بيسرد نفسه، بيبقى عايز حبه ليمون صغيرين، الليمون المعصفر ما بيبقاش عايز ميه، ان هو بيطلع ميته وتقفل. بصوا بقى انا السريع كاتبه عليه ايه، السريع اهو، عشان ده هيتاكل مسافه 20 يوم بألف هنا والشفا اهو، شايفين اهو. بسم الله توكلنا على الله. بصي عايزه بقى اقول لكم على حاجه، ده بقى انا هحطه على الميزان في الاخر وهوريه لكم ده يطلع قد ايه. معايا شغالين برده هم، بصوا بيعملوا القصاد اهو، بيكملوا بقيه الحاجه اهي. بصوا على الميزان قد ايه مكتوب اهي، 2 كيلو ايه ونص اهو، ايوه بصوا 2 كيلو وربع بالظبط، بالظبط اهو يعني معدي ال 2 كيلو، شايفين الميزان اهو انا جايبه لكم اهو. بصوا اهو نفس اللي احنا عاملينه، بصوا لرمضان وبيقعد كمان معاكي اكتر من رمضان، نفس ما حطيت في الثاني اهو. بص انا بعمل كده ليه، عشان ياخد اكتر معايا، انا بهزه كده عشان يبقى واخد اكتر معايا اهو. شوف بصوا اهو، بصوا بملاها ازاي اهو، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنحط برده معلقه السكر، اهم حاجه معلقه السكر ماده حافظه، وادي حبه بودره الزعفران، وادي حبه الجزر، انا برضو حاطه جزر في النص وحاطه كرفس وحاطه كل حاجه، وادي حبه العصفر، ما حطيتش حبه البركه عشان ما يسودوش، حبه البركه بتتحط في قلب الليمون بس. بصوا جزر الليمون اهو معصور اهو، بصوا شايفين اهو عشان يبقى قدامكم اهو، شايفين اهو. نحط برضو الست معالق، وهنزود معلقه زياده عشان هو بياخد البطرمان اكتر، 2 3، وملح خشن، تكلفي الحاجه تلاقيها حاجه متكلفه كويس، تقدروا بعد كده تستعملوها في اي حاجه في البيت، تحطي فيها اللي انت عايزاه. بصي انا عملت ايه اهو، بنزل الملح كويس، عايز طبعا احط ازود من عندي قرنين فلفل اهو كمان عشان يقفل معايا اهو. هاتي الميه، ميه، بسم الله توكلنا على الله. قلنا سعر البطرمان ده كام يا جماعه؟ سعره 100 جنيه، ما يجيش على قد التكلفه وعلى قد كل الحاجه اللي فيه. لما عملتيه في بيتك هيتكلف اكتر واكتر، صدقيني يا بنتي. اهي بصي انا شفت الحاجه بعناية، الحاجه مكلفه جدا. شوفي الجزر دلوقتي بكام، وحزمه الكرفس بكام، وده العصفر الكيلو وصل 600 جنيه. ما بتروحي تجيبي من اي حد، مش اقل 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 ما يديكي، ما يديكيش بال 20 جنيه. بصي اهو ده لرمضان، هتقفليه كده وهتاكليه وهيقعد معاكي وهتاخديه مقرمش وزي الفل، لا مهل ولا حاجه، ده اللي هيستوي بسرعه. جنيه ما يجيش حق ربع كيلو لحمه، ما يجيش حق نص فرخه، صدقوني يا اولاد. البطبص وده مكتوب عليه سريع وده مكتوب عليه رمضان، ال 100 جنيه ما يجوش حق، حتى لو انت هتجيبيه هتروحي تلاقي، وكل ما بيقعد هتقولي الزيتون هيخص، بالعكس الزيتون هيشد جامد لان الحاجه في الغلا،
وهي انا مش بقول لك عشان اي حاجه، وبتاخدي حاجه بيتي وحاجه زي الفل. وادعموا القناه ومعاكم الزيتون، وخلي لنا الزيتون ووريناكم. طبعا الزيتون بيطلع مع الاوردرات دي. طبعا الحاجات دي انجي تحت ايديها كلهم جايبينها، وانا مباشر كل ده وهي نايمه معانا ونفسكم معانا طبعا، وهي معانا في كل حاجه. ادي اول حاجه، الحاجه لسه جايه سخنه اهي وطريه اهي. بصوا ده الطرب نص كيلو، النص كيلو ب 170، ودوت السجق احنا لسه عاملينه لسه خارج سخن اهو، بصوا مشمع اهو، النص كيلو ب 110. ودي الفرخه اهي اللي هي للحشو على طول على التشوي، كيلو ونص متبله اهيت على الشوي على طول اهي، بصوا متبله كل التتبيله فيها اهي، وتمنها ب 200 جنيه. ودي الكفته الكيلو ب 320 جنيه، طبعا اللي عايز انصاص بيتعمل له. وده الحواوشي برضو اللي عايز انصاص بيتعمل له، الكيلو ب 300. الحاجه لسه جايه سخنه اهي وطريه خالص، الله يبارك لهم اللي بيساعدوها جايبين الحاجه زي الفل. ودي لحمه مفرومه بصوا لسه فريش، لسه جايه دلوقتي لسه مفرومه، بصوا ده طريه فيها اهي 170 النص. والسجق اهو برضو بصوا لسه جايه اهو، لسه طري خالص في ايديا الحاجه اهي، 170 جنيه نص كيلو. دي بقى الكفته دي اتعملت امبارح بالليل، اتدقت امبارح وعبيناها اهيت اهي، في منها جملي وفي جاموسي، عشان نسيت يا ولاد، جملي وكندوز و اهي النص كيلو ب 150 جنيه. والهمبرجر في منه صغير وفي منه كبير اهي، النص كيلو ب 160. بصوا اهو لسه جايه، بصوا الحاجه لسه جايه دلوقتي، الله يبارك لهم اللي بيجيبوا لها الحاجه، بصراحه الحاجه طريه خالص ولسه جايه. دي طبعا الاوردرات اللي هي بتوصل لكم من بتاع جيجي. وهنا الاستيكه هي النص كيلو ب 175، والبفتيك اهو احمر زي الفل اهو 175 برضو النص كيلو. واللي عايز كبده حته بحالها ويقطعها براحته اهي، كيلو ونص اللي عايز براحته. والكبده الشرايح متبله طبعا اللي عايزها، اللي عايزها كده براحته كله اهي، نص كيلو ب 175. طبعا دي حاجه جيجي الاوردرات بتاعتها، ودعوه منكم ليها طبعا، واحنا طبعا لازم ندعمها ولازم نقف جنبها ونعمل لها كل حاجتها كانها واقفه، وانا طبعا قاعده وبباشر كل حاجه اللي تحت ايديها بيعملوا كل حاجه. وطبعا دي هتطلع مع الزيتون، كل سنه وانتم طيبين. طبعا هي نايمه بتقول يا ماما معلش، عشان احس بنفسي ان انا لسه واقفه على رجلي. التوصيل لحد باب البيت، بس في القاهره مفيش محافظات، وادي التواصل لحد في الواتس. بصوا عشان انا مش بعرف ارد لها على التليفونات، التواصل اهي معاها في الواتس. طبعا هي هتاخد منكم الاوردرات في الواتس، وهي هتقول لي عليه. حد بياخد منكم التواصيل في الواتس، طبعا كل ده على اللوكيشن هتسيبوه على الواتس، ورقم التليفون والطلبات اللي انتوا عايزينها كل ده على الواتس هتسيبوه، واللي هيرد اللي هيتواصل معاكم هيعرف كل ده من الواتس. والنمره اهي تاني علشان تاخدوها وتتواصلوا فيها. الزيتون كل سنه وانتوا طيبين هيطلع مع الاوردرات حسب ما انتوا عايزين، حاشي وفي اكل مستوي وفي اللي انتوا عايزين، كله هيمشي كانها هي واقفه. وفي وجبات اللي عايز وجبات جاهزه كانها واقفه اللي تحت ايديها شغالين، واحنا بنبشرهم الله يبارك لهم. وانتوا كل حاجه هتوصل لكم زي ما هي كانت ماشيه معاكم بالظبط، وكل حاجه اهي قدامكم اهي، والله كانها هي واقفه وزياده. واي حاجه تواصلوا في قلب الواتس، وبعتوا اللوكيشن، وبعتوا نمره التليفون بتاعتكم، كل حاجه انتوا عايزينها واكتبوها، واللي انتوا عايزينها كله اطلبوه. كلهم بقى عملوا لها الشغل اهوت، والحاجه زي الفل اهي، كله خارج اهو، واللي يعوز يطلب. وادي كل الحاجه اهي شايفين، اللهم صل على النبي. ازيكم حبايب قلب جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا عارفين الحصري هنا وبس. النهارده طريقه تفريز الفاصوليا الخضراء على طريقه جيجي، والطريقه دي حصري على اليوتيوب كله. اولا النهارده هنعمل نوعين من الفاصوليا. يعني ايه نوعين؟ يعني طريقتين طبخ للفاصوليا. هعمل الفاصوليا اللي هي العاديه خالص اللي بتتقطع للطبيخ. وعايزه اقول لك على حاجه، لازم اللي تشيليها في الفريزر تكون محمله. يعني ايه محمله يا جيجي؟ مش فاهمين قصدك ايه. بص يا جميل، بنجيب طبعا الفاصوليا كده اهو الخضره الجميله اليومين دول حلوه في السوق، بنشيل الحته دي وبنشيل الحته دي، وبنبتدي ما تفتحيش الفاصوليا. في ناس بتفتح لي الفاصوليا، الفتح بتاع الفاصوليا ده غلط خالص، بتحس ان انت بتاكلي قشر مش بتاكلي فاصوليا. ما تيجي تقطعيها بقى ما تقطعيهاش صغير، تقطعيها كده اهو حتت كده اهو محمله معاكي
تمام، عشان لما تيجي تقعد في الفريزر ما تدوبش وتطرى معاكي، طبعا عشان تحسي كمان بطعم الخضار بتاعك. هعمل اللي هي بتاعت الطبيخ وبتاعت الخضار المشكل، ودي كمان تنفع لايه؟ لشوربه الخضار، لحاجات كتير جدا المتقطعه دي. اعمليها اكياس زي ما تحبي بالكميه اللي انت تحبيها. ودي بتاعت الخضار السوتيه، بتبقى كده طويله زي ما انتم شايفين عشان بتتاكل بالشوكه. هنفرز دي وهنفرز دي، يلا بينا نشوف مع بعض طريقه التفريز بتاعت الفاصوليا المضمونه بتاعتي انا هتكون ايه. يلا بينا. يا امارات، معايا هنا اوك او معايا طاسه ماشي، او حله او صينيه اللي انت عايزاه ماشي. بحط فيه معلقه سمنه بلدي، دي سمنه بلدي كنت مسيحاها اللي هي الصفرة ماشي. تقدري تحطي البيضه، تقدري تحطي اللي هي المتسيحه اللي هي القوالب القطع، اي سمنه بلدي، المهم ان انا عايزه زبده او سمنه بلدي. ما ينفعش سمنه عاديه، ما ينفعش زيت. طب ليه يا جيجي ما ينفعش سمنه عاديه وما ينفعش زيت؟ هقول لك على حاجه، السمنه لما تيجي تقعد في الفريزر هتزرنخ معاكي، لان هي كلها مواد حافظه وكلها حاجات كده زي ما انتم عارفين مهدرجه، فمش هينفع ابدا، هتبوظ لي طعم الفاصوليا بتاعتي او طعم الخضار عامه. لازم سمنه بلدي، السمنه البلدي ما فيهاش اي مواد حافظه، ما فيهاش اي حاجه مهدرجه، فلازم سمنه بلدي او زبده. زيت لا يا جيجي، الزيت برضو يا بنات هيعمل ايه؟ يعني عايزه اقول لكم ايه، برضو في الفريزر بعد فتره هتحسي ان هو مغير طعم الفاصوليا لما تيجي تاكليها. طبعا انا جربت الحاجات دي كلها من سنين، ودي احسن طريقه انا وصلت لها. يبقى معانا معلقه كبيره من الزبده البلدي او الزبده العاديه، بنحطها كده بتسخن معايا في الطاسه، وبعد كده اهو بروح جايبه الفاصوليا بتاعتي طبعا بعد ما اتقطعت، طبعا اتغسلت كويس جدا بالشكل ده، وهنزل في الطاسة نوع واحد كده اهو، وهبتدي ان انا اشوح ايه، اشوح الفاصوليا بتاعتي بالزبدة. طب ليه بقى بتشوحها بالزبدة؟ في ناس بتحطها في مية سخنة، ومن مية سخنة لمية ساقعة، وبرضو النتيجة مش بتعجبنا خالص. لا، امشي على الطريقة دي، طريقة السمنة البلدي دي بتعمل زي غلاف كده حوالين الفاصولياية. الغلاف اللي بيعمل ده بيمنع ان هي يدخل لها اي حاجة من التتليج، يعني ايه التلج ما يقدرش عليها. في عازل موجود، ايه العازل؟ الكفر بتاعها من بره اللي عامل حماية ليها، هي الزبدة او السمنة. طيب علشان كمان تضمني ان الطعم بتاع الفاصوليا هيفضل موجود، هنحط ايه كمان مادة حافظة معانا؟ هحط رشة كده بسيطة من السكر. رشة السكر دي بتحافظ لي على اللون، وبتحافظ على القرمشة بتاعة الفاصوليا. كمان عايزين نزود الطعم اكتر علشان مهما قعدت في الفريزر ما يحصلش اي حاجة، هحط معلقة، بصي، فص توم واحد بس بكزبرة ناشفة بالشكل ده. ده اختياري، لو حابه تحطيه حطيه، مش حابه تحطيه ما تحطهوش، بس بيعلي معايا ريحه الفاصوليا والطعم بتاعها. بس لو انت مش عايزه تحطيه عشان ما يعملش معاكي ريحه في الفريزر لما تيجي تحطيه، في ناس ما بتحبش تحط حاجات فيها توم في الفريزر عشان ريحه الفريزر ما تغيرش او اي حاجه، فعادي. بس انت لو حاطه في اكياس محكمه الغلق ما فيش اي ريحه هتعمل ولا اي حاجه، ما تقلقيش. بس كده هو ده، لو انت حابه تحط لها التوم. التوم دي معايا اختياري مش اساسي، الاساسي معايا السمنه وحبه السكر الصغيرين، هم دول الاساسي. طبعا مش هنغيبها كتير على النار، بس لازم ان هي تتغلف كويس جدا، وكمان اللون بتاعها يديني اللون ده. شايفه اللون ده اهو، هنشوفه دلوقتي مع بعض. هفضل كده اقلب بتاع بالظبط دقيقتين، كمان دقيقتين بالظبط، تبصي في الساعه في ايدك دقيقتين، وبعد كده اهو هوريكم شكلها بعد دقيقتين، استنوني. بس كده اهو عدت دقيقتين بخير اهو زي ما انتم شايفين، وشوحتها. اهم حاجه توصل للسخنه، يعني اما اجي امسك واحده كده الاقيها سخنه في ايديا، تمام؟ وصلت لها الحراره. تقدري تعملي ان شاء الله 5 كيلو، تقعدي كده تتسلي عليهم وانت قاعده، وتفرزي وتعملي اكياس. انتوا عارفين ان الفاصوليا بتوصل السعر بتاعها ل 30 و25 والكلام ده كله، لا نستغل الموسم بتاعها ونفرزها ونشيلها ونحطها اكياس، طالما الطريقه دي مضمونه وعليا وناس كتير جدا جربتها وعجبتهم قوي. طبعا انتوا عارفين ان الابهار هنا وبس، هطلعها بقى على حاجه تبرد، لازم تبرد قبل ما نعبيها، تتاكدي ان هي بردت كويس جدا، اوعي تعبيها وهي سخنه، غلط. هفضيها وارجع لكم تاني.
تعالوا بقى في نفس هي الطاسه بتاعتي، هاخد معلقه زبده برضو كده اهو بالشكل ده، معلقه صغيره قوي. برضو هبتدي انزل فيها الفاصوليا اللي هي النوع الثاني اللي هي بتاعت الخضار السوتيه، وهحط رشه السكر، بس دي بقى مش هحط لها ثوم. ماشي، هنديها برضو تسبيحه كده اهو برضو دقيقتين بالظبط، وبعد كده نطلعها تبرد، وبعدين نعبيها في الاكياس اللي انا طلعتها اهي. يا بنات شكلها اهي، شفتي شكلها تحفه ازاي؟ طبعا ما تتعباش غير لما تبرد خالص. هشوح دي برضو، طبعا انا عامله لكم مثال بحاجات صغيره كده، بس طبعا ايه يعني الكميات بقى اللي انت عايزاها. هشوحها واستنى عليها تبرد برضو، وبعد كده اهو هنعبيها في الاكياس وهنقعد الفريزر بعد ما تبرد. تعالوا بقى نشوف بعد ما الفاصوليا بتاعتي بردت بالشكل ده، هبتدي اجيب الاكياس بتاعتي، ويستحسن نجيب الاكياس محكمه البلك دي علشان ما بتسيبش اي ريحه في الفريزر، وكمان صحيه على الخضار. تمام، هنعبي بقى الفاصوليا بتاعتي، طبعا تعبي النوع كل نوع لوحده، وفي كمان استيكر بيتباع في المكتبه، عايزه اوريكم شكله. هو ده شكل الاستيكر، طبعا بتكتبي عليه نوع الخضار اللي بتاعك، يعني مثلا ده هعملها مثلا فاصوليا للطبخ، ودي فاصوليا خضار سوتيه، تكتبي عليه وتلزقي على الكيس بتاعك. تمام بالشكل ده، طبعا هي ايه لسه شويه سخنه شويه، بس مفيش مشكله لان الكيس دي ما بتتفاعلش مع الحراره، يعني ميزه الاكياس دي كمان انها ما بتتفاعلش مع الحراره، يعني لو حطيها بلاستيك صحي مفيش اي مشكلة، يعني امان امان امان. وهنحط عليها الاستيكر ونكتب عليه وبالشكل ده، وبعدين هنحطها على الفريزر. وبكده بقى تبقى خلصت الحلقة بتاعتنا النهاردة. مش عايزة بس اطول عليكم بيها، ان انا بس هحط الخضار بتاعي وهحطه في الفريزر، ويستحسن ان انت تبططيه. هوريكم كده شكله، ادي الكيس اهو، بنطلع منه الهواء بالشكل ده ونروح قافلينه. ده قفل، ده بقى ما بيسيبلكيش كمان اي ريحه في الفريزر ولا اي حاجه، اهو زي ما انت شايفه. وتبططيها كده اهو بالشكل ده، وتحطيهم فوق بعض في الفريزر، مش هياخدوا معاكي وقت، ولا مش هياخدوا قصدي معاكي حجم، ولا هياخدوا سعه ولا اي حاجه. تبططيهم كده وتحطيهم فوق بعض. طبعا لو فيها نسبه حراره في الاكياس العاديه مش هينفع، انما الاكياس دي عادي خالص ما بتتفاعلش مع الحراره. ويا رب اكون فدتكم بالفيديو بتاعي، اتمنى تدوا لايك للفيديو يا بنات علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، عشان ناس كتير جدا تستفيد، لان كمان هيوفر عليكي وقت ومجهود لو جايه من الشغل او وقتك رايح، هتطلعي الكيس على طول ترميه وهو مجمد، تحطيه على الصلصه بتاعتك بتاعت الطماطم تكون بتغلي، وتروحي رمياه على الصلصه وهو مجمد، وبكده وفرتي وقت التنظيف بتاع الفاصوليا، ووفرتي كمان الغسيل بتاعها، ووفرتي التقطيع، ووفرتي كل حاجه. يعني التفريز مش مجرد ان احنا بنحفظ الحاجه عشان الموسم، لا كمان بيوفر عليا وقت ومجهود. تقدري تعملي خضار الشهر كله وتشيليه في الفريزر، وتعملي كل شهر تفريزات جديده، هنعمل تفريزات كل يوم. استنوني مع جيجي، هبهركم يعني هبهركم، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي. صباح الهنا والسعاده على عيونكم حبايب قلب جيجي. نبتدي بقى كده الرزق الجميل، ونشوف كمان الزبده اللي عجبت الناس، والناس اللي طلبت معايا زبده وراحت لها امبارح تدخل دلوقتي تقول رايها، وطلبت تاني معانا، ودي اوردرات الزبده طالعه معانا. الزبده حلوه جدا جدا بجد يا جماعه، عجبتني 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 قوي قوي قوي. تمام، طبعا هقول السعر دلوقتي، وهقول كمان ال 10 كيلو بكام وال 5 كيلو بكام، وهنقول كمان الرقم للتواصل، واللي عايز يسيب الاوردر بتاعه. اول حاجه دي اوردرات زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. تمام، ده رايح الهضبه الوسطى. تمام، طبعا في القاهره مفيش بقى محافظات، لان هي بتيجي من المحافظات. معانا الهضبه الوسطى. تمام، دي ده اوردر 5 كيلو، وده اوردر رايح فين؟ ده رايح المعادي 10 كيلو، بسم الله ما شاء الله. وده الهضبه الوسطى برده 5 كيلو، دي صفرة. تمام، ودي البيضه الجاموسي. معانا كمان مدينة نصر 10 كيلو جاموسي. معانا الظاهر 5 كيلو جاموسي.
معانا كمان الهرم 5 كيلو جاموسي. طبعا الجاموسي لان سعرها زيه زي البقري فالناس بتفضل الجاموسي احسن. معانا كمان اوردر جسر السويس 10 كيلو جاموسي. معانا دي فين الشرابية 5 كيلو اللي اتنده اسمه بقى خلاص يبقى عارف ان الاوردر بتاعه جاي له. مش هقول اسامي بس هقول عنوين او هقول يعني المنطقة على طول. شرابية 5 كيلو جاموسي. معانا مدينة السلام 5 كيلو جاموسي برضو. معانا امبابة تمام اهي امبابة 10 كيلو. معانا في اوردرات لسه ما كتبش عليها بتتعبى زي ما احنا شايفين كده اهو. لسه في اوردرات ما كتبش عليها بتتعبى تمام. لسه اللي فيديو التسييح ازاي تسيحي الزبده هسيب لكم الفيديو في اول التعليق وانا سيحتها معاكم. تعالوا اوريكم شكل الزبده تمام. طبعا الماده الحافظه حتى ورق روري ده بيبقى جوه البرطمان مش على النار. وحبه رز صغيرين في القعر تمام. وواحده عود من القرنفل تمام. دول بيمنعوا ان هي تبوظ معاكي او تعمل ريم لو بره الثلاجه ريم اخضر او اي حاجه. شايفه الترميله شايفين دي زبده بلدي على ابوها تمام زي ما انتم شايفين كده. ريحه وطعم وترميله حلوه جدا جدا هتعجبكم قوي قوي قوي. طبعا عامله منها برطمانات ال 5 كيلو ما بيكملوش يعني بيخسوا بالكتير قوي 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 على الميزان نص كيلو على ال 5 كيلو تمام. المرطه بتاعتها كانت وهم واتخطفت ما لحقتش اصورها تاني دلوقتي لان انا ساعه لما عملتها كان كله عمال يغمس فيها. كانت حلوه جدا كانت مرمله كده ودايبه دوب تمام. تعالوا نفتح كده علشان اعرفكم ازاي لما نيجي نشتري زبده نعرف ان هي مش مخشوشه تمام. انا كنت وريتها لكم في الفيديو اللي فات بس هوريها لكم تاني دلوقتي. بصوا انا بس عشان ماسكه الموبايل بايد هسحب اي حاجه زي ما احنا شايفين كده. بس انا عايزه حاجه تبقى طريه شويه عشان كلها ايه. انا طبعا بحطها في الثلاجه تمام اهي. عايزه بس ايه افتح كده حته اهو. عايزه اوريكم ان الزبده نفسها ازاي نعرف اذا كانت حلوه ولا وحشه. طبعا اول حاجه من الطعم تمام. اول حاجه الطعم يعني اهو. تاني حاجه تمام ما تكونش مدهننه مش عامله زي الدهنه لا تدوب في ايدك. طبعا هي ساقعه بصوا ساقعه وبتدوب يعني جايه من الثلاجه وبتدوب في ايدك. بصي دايبه ازاي اهي دي كده اهو مش مخشوشه. لما تفضل في ايدك وما تسحش وتفضل عامله زي الدهن كده يعني هي في الثلاجه وعامله كده دي كده مش مخشوشه. وطبعا بتبان من الطعم طعمها حلو جدا دايبه في بقي دايبه دوب في البق دايبه دوب. طيب لو انا مثلا تمام مش عايزه اسيحها ماشي وعايزه اشيلها كده اشيلها ازاي؟ افضل طريقه ان انت تشيليها كده في الفريزر وطريقه الاستخدام بتاعها هقول لك يا ستي. هتقطعي كده حتت صغيره بالسكينه وانت قاعده وتعمليها كده كور او مكعبات وتعبيها جوه كيس وتقفلي الكيس بتاعك كويس جدا وتروحي حطها في الفريزر وتطلعي المكعب تحطيه على الفول يسيح بخيرها بقى بلبنها من غير ما تسيح ومن غير اي حاجه. تعمليها مع البيض تعمليها مع المحشي على المحشي كده حاجه وهم تسيح كده والاكل سخن بيتحط ملهاش حل. بس انا عن نفسي بحب الطريقه دي بس انا عشان انا ما عنديش مكان في الفريزر فدايما بتجه للي دي علشان ما اعرفش احط في الفريزر تمام. بس لو انت عندك مكان ليه ما تعمليش كده بتبقى طعمها احلى وتبقى الجوده بتاعتها كمان احلى بكتير. عايزه تسيحي هسيب لك الفيديو بتاع التسيح. عايزه بقى كل الناس اللي خدت مني وعملت تقول رايها في اول تعليق بمنتهى الامانه تمام. زي ما انتم شايفين كده الطلبات اهي تمام بتاعت الاوردرات بسم الله ما شاء الله ولسه في كتير. ده دول بس اللي طالعين النهارده لسه في معايا كتير جدا 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 يعني بسم الله ما شاء الله وعجبت ناس كتير. في ناس طلبت 5 كيلو النهارده فوجئت طالبين 35 كيلو بسم الله ما شاء الله. طالبه لاختها ولمامتها ولجارتها وكل التوصيل لاي مكان في القاهره اي مكان.
طبعا ده شكل الزبدة كده على الطبيعة زي ما انتوا شايفين ومتعودين معايا. اولا الزبدة بتيجي من محافظة الشرقية، تمام؟ الزبدة دي على ابوها مش مصنعة، تمام؟ معمولة بلدي. دي الزبدة دي مش مخشوشة خالص. السعر معانا مفاجأة، السعر جملة على 10 كيلو وكمان على 5 كيلو. طبعا احنا عارفين ان الزبدة كلها في السوق البلدي اللي مش مخشوشة من 220 ل 250 جنيه. لا انا عاملة عليها بقى عرض النهاردة. العرض هيكون بكام؟ هيكون معانا 10 كيلو هيبقوا الكيلو واقف ب180 جنيه. ايوه، 10 كيلو على 180 جنيه. ده البقري او الجاموسي اللي انت عايزاه، الاتنين سعر واحد. ممكن ان انا اعمل لك 5 بقري و5 جاموسي واحسبهم لك برضو على 180 جنيه سعر الكيلو. طبعا هي مش مدهنينة خالص عشان تبقوا عارفين ان دي كده مش مخشوشة معانا. طيب ومعايا كمان 5 كيلو عاملة عليهم عرض، 5 كيلو بقري او جاموسي برضو 5 كيلو هيبقوا معانا في العرض عاملين 1000 جنيه. يعني الكيلو هيبقى واقف معانا ب200 جنيه. ايوه، الكيلو هيبقى واقف ب200 جنيه لو 5 كيلو. لو 10 كيلو زي ما قلت كده هيبقى واقف معانا الكيلو ب180 جنيه. هوريكم طريقه التسريح بتاعتي. انا رشيت طبعا شويه ملح اذا كانت بقري او جاموسي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهوريكم ان هي ما خستش معايا خالص وما حصلهاش اي حاجه. الزبدة مش مخشوشة خالص. ازاي بقى ان احنا كمان لما نيجي نسيحها، انا ما ببيعهاش متسيحة، انا ببيعها زبدة وانتي بتسيحيها. تقدري تاخديها وتقطعيها حتت صغيرة وتشيليها بخيرها باللبن بتاعها في الفريزر وتطلعيها تحطي منها على البيض، على الفول، على المحشي، على اي حاجة تعمليها، وتقدري تحفظيها رمضان كمان لان هي بتغلى كتير جدا جدا جدا. هنقول مع بعض تاني طريقة الحفظ بتاعتي. انا كنت حطيت ورقة رورة، شوية رز، واحدة من عود القرنفل. ده بيخليها تتحفظ معايا من السنة للسنة، ما تعملش خضار، ما تعملش ريل، ما يحصلهاش اي حاجة. الطريقة بتاعتي كمان ان احنا بنسويها على نار هادية مش نار عالية عشان ما تتحرقش معايا وتطلع معاكي احلى مرطة. اهم حاجة ايدك فيها كل شوية. طبعا الزبدة البلدي تبقى ترميلة وتبقى ريحة وتبقى كمان جودة بتاعتك بتكون عالية جدا. ناس كتير خدت السنة اللي فاتت وعجبتها جدا جدا وحجزت معانا السنة دي كمان، فالحمد لله ان هي نالت معانا يعني اعجاب ناس كتير جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده اللي هي لما بتيجي تعمل بقى الريم كده زي ما انتوا شايفين، اول ما الريم ده يختفي خالص خالص يبقى هي كده استوت معايا. وطبعا الرقم قدامكم على الشاشة للحجز 011-45-36-1001، تمام؟ طبعا لازم اسويها كويس جدا عشان ما تبص ابدا ابدا ابدا. اهم حاجة كمان دي كده بعد ما عبيتها، ورق الروري ده يا جماعة مهم جدا، وحبة الرز، وادي المرطة اهي قليلة جدا زي ما انتم شايفين. وكمان عشان تعرفي ان هي مش مخشوشة بتبقى ناعمة، المرطة بتاعتها بتبقى ناعمة، تمام؟ وقليلة كده مش مخشوشة فيها دقيق. طعمها وريحتها حلوة قوي كمان لما تبرد. هوريكم الترميلة بتاعتها عاملة ازاي. التوصيل يا جماعة لأي مكان في القاهرة، التوصيل 50 جنيه لأي مكان في القاهرة. هوريكم كمان شكل الاوردرات معانا عامل ازاي. كملوا معايا الفيديو بالله عليكم، حتى لو مش هتشتروا حطوا لايك كتير للفيديو ده لأن السعر مميز جدا. الكيلو في 10 كيلو ب180 جنيه، وكمان في 5 كيلو هيبقى ب200 جنيه بدل 200، وبدل 220 و250 جنيه. اتمنى النهاردة ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم كده. هو كملوا معايا الفيديو. الفيديو النهاردة مميز جدا جدا جدا. طبعا ده شكل الزبدة كده على الطبيعة زي ما انتوا شايفين ومتعودين معايا. اولا الزبدة بتيجي من محافظة الشرقية، تمام؟ الزبدة دي على ابوها مش مصنعة، تمام؟ معمولة بلدي. دي الزبدة دي مش مخشوشة خالص. السعر معانا مفاجأة، السعر جملة على 10 كيلو وكمان على 5 كيلو. طبعا احنا عارفين ان الزبدة كلها في السوق البلدي اللي مش مخشوشة من 220 ل 250 جنيه. لا انا عاملة عليها بقى عرض النهاردة. العرض هيكون بكام؟ هيكون معانا 10 كيلو هيبقوا الكيلو واقف ب180 جنيه.
ايوه العشرة كيلو على 180 جنيه، ده البقري او الجاموسي اللي انت عايزاه، الاتنين سعر واحد. ممكن ان انا اعمل لك 5 بقري و5 جاموسي واحسبهم لك برضو على 180 جنيه سعر الكيلو. طبعا هي مش مدهنينة خالص عشان تبقوا عارفين ان دي كده مش مخشوشة معانا. طيب ومعايا كمان الخمسة كيلو عاملة عليهم عرض، الخمسة كيلو بقري او جاموسي برضو الخمسة كيلو هيبقوا معانا في العرض عاملين 1000 جنيه، يعني الكيلو هيبقى واقف معانا ب200 جنيه. ايوه الكيلو هيبقى واقف ب200 جنيه لو 5 كيلو، لو 10 كيلو زي ما قلت كده هيبقى واقف معانا الكيلو ب180 جنيه. هوريكم طريقة التسيح بتاعتي، انا رشيت طبعا شوية ملح اذا كانت بقري او جاموسي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهوريكم ان هي ما خستش معايا خالص وما حصلهاش اي حاجة، الزبدة مش مخشوشة خالص. ازاي بقى ان احنا كمان لما نيجي نسيحها، انا ما ببيعهاش متسيحة، انا ببيعها زبدة وانت بتسيحيها، تقدري تاخديها وتقطعيها حتت صغيرة وتشيليها بخيرها باللبن بتاعها في الفريزر وتطلعيها تحطي منها على البيض على الفول على المحشي على اي حاجة تعمليها، وتقدري تحفظيها رمضان كمان لان هي بتغلى كتير جدا جدا جدا. هنقول مع بعض تاني طريقة الحفظ بتاعتي، انا كنت حطيت ورقة رورة شوية رز واحدة من عود القرنفل، ده بيخليها تتحفظ معايا من السنة للسنة، ما تعملش خضار ما تعملش ريم ما يحصلهاش اي حاجة. الطريقة بتاعتي كمان ان احنا بنسويها على نار هادية مش نار عالية عشان ما تتحرقش معايا وتطلع معاكي احلى مرطة. اهم حاجة ايدك فيها كل شوية، طبعا الزبدة البلدي تبقى ترميلة وتبقى ريحة وتبقى كمان جودة بتاعتك بتكون عالية جدا. ناس كتير خدت السنة اللي فاتت وعجبتها جدا جدا وحجزت معانا السنة دي كمان، فالحمد لله ان هي نالت معانا يعني اعجاب ناس كتير جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده اللي هي لما بتيجي تعمل بقى الريم كده زي ما انتوا شايفين، اول ما الريم ده يختفي خالص خالص يبقى هي كده استوت معايا. وطبعا الرقم قدامكم على الشاشه للحجز 011-45-36-1001. تمام، طبعا لازم اسويها كويس جدا عشان ما تبص ابدا ابدا ابدا. اهم حاجه كمان دي كده بعد ما عبيتها، ورق الروري ده يا جماعه مهم جدا، وحبه الرز، وادي المرطه اهي قليله جدا زي ما انتم شايفين، وكمان عشان تعرفي ان هي مش مخشوشه بتبقى ناعمه، المرطة بتاعتها بتبقى ناعمة تمام وقليلة كده مش مخشوشة فيها دقيق، طعمها وريحتها حلوة قوي كمان لما تبرد. هوريكم الترميلة بتاعتها عاملة ازاي. التوصيل يا جماعة لأي مكان في القاهرة، التوصيل 50 جنيه لأي مكان في القاهرة. هوريكم كمان شكل الأوردرات معانا عامل ازاي، كملوا معايا الفيديو بالله عليكم، حتى لو مش هتشتروا حطوا لايك كتير للفيديو ده لأن السعر مميز جدا، الكيلو في العشرة كيلو ب180 جنيه وكمان في الخمسة كيلو هيبقى ب200 جنيه بدل 200 وبدل 220 و250 جنيه. اتمنى النهاردة ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم كده، هو كملوا معايا الفيديو، الفيديو النهاردة مميز جدا جدا جدا. صباح الهنا والسعادة على عيونكو حبايب قلب جيجي، نبتدي بقى كده الرزق الجميل ونشوف كمان الزبدة اللي عجبت الناس، والناس اللي طلبت معايا زبدة وراحت لها مبارح تدخل دلوقتي تقول رأيها وطلبت تاني معانا، ودي اوردرات الزبدة طالعة معانا، الزبدة حلوة جدا جدا بجد يا جماعة، عجبتني 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 قوي قوي قوي. تمام طبعا هقول السعر دلوقتي وهقول كمان العشرة كيلو بكام والخمسة كيلو بكام، وهنقول كمان الرقم للتواصل واللي عايز يسيب الاوردر بتاعه. اول حاجة دي اوردرات زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. تمام ده رايح الهضبة الوسطى، تمام طبعا في القاهرة مفيش بقى محافظات لان هي بتيجي من المحافظات. معانا الهضبة الوسطى، تمام دي ده اوردر خمسة كيلو، وده اوردر رايح فين، ده رايح المعادي عشرة كيلو بسم الله ما شاء الله، وده الهضبة الوسطى برضو خمسة كيلو، دي صفرة تمام، ودي البيضة الجاموسي. معنا كمان مدينة نصر عشرة كيلو جاموسي، معانا الظاهر خمسة كيلو جاموسي، معانا كمان الهرم خمسة كيلو جاموسي، طبعا الجاموسي لان سعرها زيه زي البقري فالناس بتفضل الجاموسي احسن. معانا كمان اوردر جسر السويس عشرة كيلو جاموسي، معانا دي فين الشرابية،
خمسة كيلو، اللي اتندى اسمه بقى خلاص يبقى عارف ان الاوردر بتاعه جاي له. مش هقول اسامي بس هقول عنوين، او هقول يعني المنطقة على طول. شرابية 5 كيلو جاموسي معانا، مدينة السلام 5 كيلو جاموسي برضو معانا، امبابة تمام اهي، امبابة 10 كيلو معانا. في اوردرات لسه ما كتبش عليها بتتعبى زي ما احنا شايفين كده اهو، لسه في اوردرات ما كتبش عليها بتتعبى تمام. لسه اللي لسه فيديو التسييح، ازاي تسيحي الزبده، هسيب لكم الفيديو في اول التعليق وانا سيحتها معاكم. تعالوا اوريكم شكل الزبده تمام. طبعا الماده الحافظه حاطه ورق روري، ده بيبقى جوه البرطمان مش على النار، وحبه رز صغيرين في القعر تمام، وواحده عود من القرنفل تمام. دول بيمنعوا ان هي تبوظ معاكي او تعمل ريم لو بره الثلاجه، ريم اخضر او اي حاجه. شايفه الترميله؟ شايفين دي زبده بلدي على ابوها تمام، زي ما انتم شايفين كده، ريحه وطعم وترميله حلوه جدا جدا، هتعجبكم قوي قوي قوي. طبعا عامله منها برطمانات ال 5 كيلو ما بيكملوش، يعني بيخسوا بالكتير قوي 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 على الميزان نص كيلو على ال 5 كيلو تمام. المرطه بتاعتها كانت وهم واتخطفت، ما لحقتش اصورها تاني دلوقتي لان انا ساعه لما عملتها كان كله عمال يغمس فيها، كانت حلوه جدا، كانت مرمله كده ودايبه دوب تمام. تعالوا نفتح كده علشان اعرفكم ازاي لما نيجي نشتري زبده نعرف ان هي مش مغشوشه تمام. انا كنت وريتها لكم في الفيديو اللي فات بس هوريها لكم تاني دلوقتي. بصوا انا بس عشان ماسكه الموبايل بايد هسحب اي حاجه زي ما احنا شايفين كده، بس انا عايزه حاجه تبقى طريه شويه عشان كلها ايه، انا طبعا بحطها في الثلاجه تمام اهي. عايزه بس ايه افتح كده حته اهو، عايزه اوريكم ان الزبده نفسها ازاي نعرف اذا كانت حلوه ولا وحشه. طبعا اول حاجه من الطعم تمام، اول حاجه الطعم يعني اهو. تاني حاجه تمام ما تكونش مدهننه، مش عامله زي الدهنه، لا تدوب في ايدك. طبعا هي ساقعه، بصوا ساقعه وبتدوب، يعني جايه من الثلاجه وبتدوب في ايدك. بصي دايبه ازاي اهي، دي كده اهو مش مخشوشه. لما تفضل في ايدك وما تسحش وتفضل عامله زي الدهن كده، يعني هي في الثلاجه وعامله كده، دي كده مش مخشوشه. وطبعا بتبان من الطعم، طعمها حلو جدا، دايبه في بقي، دايبه دوب في البق، دايبه دوب. طيب لو انا مثلا تمام مش عايزه اسيحها ماشي، وعايزه اشيلها كده، اشيلها ازاي؟ افضل طريقه ان انت تشيليها كده في الفريزر، وطريقه الاستخدام بتاعها هقول لك يا ستي. هتقطعي كده حتت صغيره بالسكينه وانت قاعده، وتعمليها كده كور او مكعبات، وتعبيها جوه كيس، وتقفلي الكيس بتاعك كويس جدا، وتروحي حطها في الفريزر، وتطلعي المكعب تحطيه على الفول يسيح بخيرها بقى بلبنها من غير ما تسيح ومن غير اي حاجه. تعمليها مع البيض، تعمليها مع المحشي، على المحشي كده حاجه وهم تسيح كده والاكل سخن بيتحط، ملهاش حل. بس انا عن نفسي بحب الطريقه دي، بس انا عشان انا ما عنديش مكان في الفريزر فدايما بتجه للي دي علشان ما اعرفش احط في الفريزر تمام. بس لو انت عندك مكان ليه ما تعمليش كده، بتبقى طعمها احلى وتبقى الجوده بتاعتها كمان احلى بكتير. عايزه تسيحي هسيب لك الفيديو بتاع التسيح. عايزه بقى كل الناس اللي خدت مني وعملت تقول رايها في اول تعليق بمنتهى الامانه تمام، زي ما انتم شايفين كده الطلبات اهي تمام بتاعت الاوردرات، بسم الله ما شاء الله، ولسه في كتير، ده دول بس اللي طالعين النهارده، لسه في معايا كتير جدا جدا جدا، يعني بسم الله ما شاء الله وعجبت ناس كتير. في ناس طلبت 5 كيلو النهارده، فوجئت طالبين 35 كيلو بسم الله ما شاء الله، طالبه لاختها ولمامتها ولجارتها، كل التوصيل لاي مكان في القاهره اي مكان. ينفعش ادخل اقول ازيكم حبايب قلب جيجي وعاملين ايه ويا رب تكونوا بخير من غير وايدي فاضيه، لا لازم ادخل بالتقيل. والنهارده عامله لكم
وليمه، تمام؟ الوليمه دي من ربع كيلو من الكبد والقوانص، وكمان شويه رز بالشعريه، بس مش رز بشعريه عادي، لا النهارده بقى مختلف خالص خالص خالص. هتعمليه مش هتبطلي تعمليه خالص خالص في كل العزومات بتاعتك، وما كلفناش حاجه. عارفين الوليمه دي كلها واقفه علينا بكام؟ ما كملتش 30 جنيه، ايوه ما كملتش 30 جنيه. عايزين تعرفوا ازاي؟ حطوا لايك واحملوا شير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، ويلا بينا ندخل مع بعض على طول نشوف المقادير والطريقه. النهارده بقى هنعمل مع بعض شويه رز بالشعريه اللي بتاكلوهم في اشهر المطاعم الكبيره جدا وبيشتهر بيها مطاعم معينه كده. هتعرفوا كل الحركات النهارده، وهتعملي احلى شويه رز بشعريه في حياتك، عمرك ما اكلتي زيهم، وكمان بتركات حلوه قوي. بصوا هو كمان ينفع وجبه متكامله، لان احنا هندخل فيه كبد وقوانص، تمام؟ هما بيتعمل كده رز بالشعريه بالكبد والقوانص وعليه بصل اورما، اكيد انتوا عرفتوا محلات ايه المعينه اللي بتعمله وايه السر في الطعم بتاعه، وبياكلوا الرز وبيسيبوا اللحمه والفراخ والخضار وبياكلوا الرز بتاعه. هنعرف مع بعض كل حاجه النهارده. اول حاجه كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه معانا فصين مستكه، تمام؟ ومعايا شويه من الحبهان كده، ده بيعلي التست قوي، وهنخلي المستكه تسيح. بنحط كمان معلقه من الزيت، وانا عندي زبده، عندي زبده مسيحاها اهو، احط كده معلقتين حلوين. ما عندي كيش يبقى معلقه سمنه كبيره مع معلقه الزيت. هبتدي اخلي المستكه تسيح كده وتطلع ريحتها، تمام؟ كده كده هتسيح معايا، وهنزل بكوبايه ونص شعريه اهو، او كوبايه كبيره زي ما انت عايزه، بس انا عايزه ان التست بتاع الشعريه يبقى زياده شويه اهو. هنحمر الشعريه ونرجع مع بعض تاني، استنونا. دلوقتي بقى كده زي ما انتم شايفين بنحمر في الشعريه بتاعتنا، تمام؟ وقبل ما تكمل التحمير بتاعها للاخر، عايزه اقول لكم الريحه حلوه قوي من حته المستكه اللي احنا حطيناها مع الحبهان. طبعا المستكه ساحت بقت ريحتها حلوه قوي. معايا بقى بصلايه مبشوره ناعم، هنزل بيها كده محدش يقول لحد على السر ده. طبعا البصله بتدي طعم وبتدي تسكيره حلوه قوي، وعايزاها تدبل مع تكمله تحميره الشعريه. عارفين لما بنيجي نعمل الكشري ايه اللي بيخلي الكشري بتاعي معسل؟ البصلايه او الميه بتاع الزيت، قصدي بتاع البصل اللي بيبقى متحمر. عايزه اقول لكم الريحه راحت في حته تانيه خالص. اهم حاجه بقى ان انت حضرتك تكوني عامله شوربه. يعني ايه؟ سلقه فراخ، سلقه لحمه، سلقه اي حاجه، المهم عامله لي شويه شوربه. دي اهم ما في الموضوع عشان يديني الطعم الحلو. اهم حاجه ان احنا نكون سالقين شوربه. انا مهتميه بالشعريه، لان انا عايزه اقول لكم على حاجه، احنا ممكن نعمل شعريه بس، شعريه بس ونسقيها بالشوربه وما نحطش رز، تبقى روعه روعه. تعمليها بقى فرشه كده، تمام؟ لو عامله مشاوي، لو عامله طواجن، دي بقى بتاكل الشعريه مع الطاجن، حاجه كده روعه. هبقى اعملها لكم بقى لوحديها كده في فيديو، عشان دي بقى بعملها مع طاجن، بقى طاجن عكاوي، تعمليها مع طاجن لحمه ببصل مع ورقه لحمه. يعني دي بقى الشعريه دي كنز بقى، بتعمليها فرشه وتحطي بقى فوقيها بقى الصوص بقى اللي بينزل مع البهاريز. جعتوا صح؟ جعتوا جعتوا، انا عارفه ان انتوا جعتوا. تنزل بقى الطاجن ده ينزل كده بالبهاريز بتاعته على الشعريه، حاجه كده بصي بتوديكي في حته تانيه خالص، ملهاش علاقه خالص بالرز. الشعريه دي احلى كمان من الرز البسمتي، تحفه. هنزل بقى كده اهو معايا بمكعب مرق، هخليه برده يسيح عشان لو حطيناه مع الميه بيفضل زي ما هو، ما بيسيحش، تمام؟ فهخليه كده يتشوح ويطعم كمان معانا الشعريه. مش هنضيف توابل، انا مش هضيف غير التوابل، حاجه بسيطه قوي، لو ضفت حاجه بسيطه جدا علشان طعم الرز بالشعريه ما يروحش.
طبعا لو انت ما عندكيش لا فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه ممكن نستبدل بايه بوحدتين مرقه الدجاج دي. تمام، لو انت ما بتحبيش بقى تحطي مرقه الدجاج في الاكل خلاص ما تحطيش، يبقى تعملي بقى شوربه من ايه، من الكبد والقوانص اللي احنا هنعمل بيها الاكله الكامله المتكامله. فاحنا كده كده هنسلقهم، احنا مش هنحطهم نيين، فالسليق الميه بتاعتها اللي هي بتاعت السليق الشوربه بتاعت الكبد والقوانص هنسقي بيها الرز، مية الكبد والقوانص هي اللي هنسقي بيها الرز. بقى دلوقتي بالرز. تمام، انا بستعمل رز الضحى او رز الساعة. شوف كده نحطينه. كده نحطه بتاع كوباية ونص رز. والشعرية اكتر من الرز زي ما اتفقنا. دي مرقه الدجاج اهي بتبتدي تسيح. في دلوقتي مرقه دجاج لحمه برضو حلوه قوي، عايزاكم تبقوا تجربوها، طعمها حلو احلى من الفراخ، التست بتاعها اعلى. هننزل بقى بالشوربه بتاعتنا اهي، دي الشوربه بتاعت الكبد والقوانص دسمه. هنظبط بقى الملح عشان احنا كده حاطين مرقه دجاج والشوربه فيها ملح، هنحط ملح بسيط قوي وشويه صغيرين قوي قوي من الفلفل الاسود، ونظبط رزنا ونغطي عليه. احنا ظبطنا الرز بتاعنا زي ما احنا شايفين كده اهو، هنهدي على النار وهنغطي عليه دلوقتي، واول ما يستوي هنقدمه مع بعض. عايزه اقول لك لو انت عايزه تحطي عليه بسله، عندك بسله، عندك اي حاجه عايزه تضيفيها عليها ضيفيها، القيمه الغذائيه هتبقى اعلى واعلى. واول ما يستوي هنشوف هنقدمه ازاي، عشان لسه هنحط الكبد والقوانص بالبصل القورمه. كملوا معايا الفيديو، لو محدش لايك يحط لايك. يلا بينا. والرز بتاعنا خلص بقى كده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، شايفين يا جماعه عامل ازاي اهو، الله اكبر، حاجه كده بألف هنا وشفاء. مش هتبطلي تعمليه، طعمه غير اي رز بشعريه كاتيه في حياتك. تعالوا بقى نشوف طريقه التقديم واوريكم عامله ايه في الكبد والقوانص. يلا بينا، تعالوا بقى كده نقول بسم الله. الاول عايزه اوريكم، بصوا يا جماعه ده ربع كيلو كبد وقوانص، بس عشان تبقوا ايه واخدين بالكم. بصوا بقى كده معايا، ده اتسلق ماشي، وبعد ما اتسلق طلعناه يبرد، فهو عمل اللون ده كده لما برد، انما هو لا متشوح ولا متحمر ولا اي حاجه. والبصل ده، البصل ده اتسلق جوه الشوربه اللي احنا سقينا بها الرز، فاسمه بصل قورمه، هو المفروض يبقى اصغر من كده، بس احنا ممكن نقطعها او نسيبها كده. تمام، بس بنسيب بقى منه كده اللي بيقع منه ده كده اهو، ده بقى هنحطه فوق الوش، هنغرف معانا وهنزوقه، وهوريكم كده شكل الرز كمان واحنا بنغرف عامل ازاي. بصوا كده اهو، طبعا الرز سخن جدا، ريحته حلوه قوي اهو. طبعا هو سخن خالص اهو، هنعمله كده فرشه. طبعا زي ما قلت لك عايزه تدخلي جواه بسله، هيبقى وجبه فيها خضار وفيها كل حاجه. ممكن بدل ما نعمل مثلا الكبد والقوانص بانيه تشوحيه كده وتحطيه فوق الوش، يعني مش لازم ان احنا ربع فرخه كل واحد ياخد ربع فرخه، لا ممكن تجيبي ربع كيلو بانيه او ربع كيلو كبد وقوانص، وهم اصلا هيسيبوا الكبد والقوانص واتحداكي هياكلوا الرز ده، طعمه حلو قوي، طعمه اكنه في لحمه كمان، من مكعب المرق باللحمه اللي احنا حطيناه ده بيخلي اكني طعمه في لحمه، فيعني متغذي كده زي ما بيقولوا. انا ليه بغرف معاكم واحده واحده؟ عشان انا عايزه اوريكم كمان لو انت عاملاه في عزومه هيشرفك، يعني لو انت عامله ده في عزومه هيشرفك. وزي ما قلت لك ان شاء الله باذن الله هعمل لكم طاجن حلو قوي هتحلفوا بيه، وهنعمل بقى الفرشه بتاعت الطاجن هنعملها بالشعريه، يعني هنعمل الطريقه دي بس بشعريه من غير رز، بتبقى احلى من اللسان، من ال هتبقى معاكي احلى من رز البسمتي، وهتبقى معاكي احلى من الرز العادي. بصوا كده اهو، هيعجبك قوي برضو. وعايزه اقول لك احنا عارفين دلوقتي الرز البسمتي اصلا وصل لكام، يعني اقل حد بيبيعه ب 80 جنيه، فاحنا هنعمل بديل الرز البسمتي، بس انا مش عايزه احرق الحاجه معاكم في الفيديو يعني. تمام، تعالوا كده اهو معايا. بصي بقى انا عملت ايه، جزرايه مبشوره
طبعا الجزر ده هيتاكل مش هيترمي، ماشي؟ احنا حطينا خضار اهو بدل ما تعملي طبق سلطه اهو، شويه والله هيبقى طعمه حلو قوي. شويه الجزر دول هيبقى طعمهم حلو قوي مع الميكس ده اهو، تمام كده. بص بقى كام قرن كده فلفل بالشكل ده كده، احنا عايزين نعملهم كده احسن. بصوا كام قرن كده فلفل، على فكرة الفلفل ده بيبقى مش حامي قوي ومش بارد. انا عايزة اوريكم بس الشاشة مش جاية قوي، يعني ايه عايزة اوريكم كده كده يعني وضحت شوية، تمام. هبتدي بقى اعمل ايه، هجيب المعلقه بتاعتي انا هعمل. بصوا يعني ايه عايزه اوريكم. بصوا البصل بقى هنبتدي ايه نوزعه كده اهو، واخدين بالكم معايا اهو. بصي يعني حبه البصل دول اكنهم لحمه اهو. هبتدي بقى اوزع الكبد والقوانص كده بالشكل ده، احنا مقطعينهم بس كل واحده نصين اهو. عايزه بقى تعملي شويه صوص كده جنبيهم ببصل، ممكن تاخدي مثلا الكبد والقوانص دي تعمليها كبد وقوانص بالبصل بعد ما تتسلق وناخد شوربتها وتعمليها كده صوص يعني تاخديها معاها مع اي نوع طبيخ انت طبخاه يعني، بس هو الرز ده مش محتاج بصراحه يعني. بصوا ما شاء الله الربع كيلو حبة الشوربة دول اهم، السقسقة دي مهمة بصراحة. بصوا عملنا فتة يعني الشكل نفسه فتة. روح بقى جايبين بقى طماطمية كده تزوقي بيها. بصي ده على سفرتك عامل ازاي، يعني انت تخيلي كده ده عاملاه كده على السفرة ما كلفكيش حاجة. طبق رز بشعرية، شوية رز بشعرية وشوية عليهم شوية الكبد والقوانص، حطيتيه في عزومة ملى السفرة والناس كلها من شكله هتبقى عايزة تمد ايدها عليه عشان تعرف انت عاملاه ازاي. بجد هيشرفك جدا جدا والطعم كمان حكاية. اتمنى لو عجبكم الفيديو لحد كده ومكملين معايا حطوا لايك كتير للفيديو، واسفة لو طولت عليكم، واشوفكم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وابهار جديد. وزي ما انتم شايفين كده مفيش ابهار اكتر من كده. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.